دكتورة نادية مزيان متوكل، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عرفتي اللي سيفرحني في صباحية دوزامية انني تنصادف رجال لكن كذلك نساء من مختلف المجالات اللي تيبرعوا في مجال الاختصاص ديالهم. ما شاء الله اليوم معايا الدكتورة نادية مزيان متوكل، هي كذلك دكتورة ما شاء الله عليها لكن صاحبة مصحة للولادة وعلاج أمراض النساء، فدائما نتشرف بحضورك في صباحية الدوزام أستاذتي. شكرا جزيلا أخشي التواضعي. اليوم غادي نهضروا معك أستاذة نادية مزيان متوكل على الاهتمام بالصحة النسائية. ما كاينش شي مرحلة عمرية محددة باش تبدا المرأة الاهتمام بالصحة النسوية ديالها أو لا؟ فعلا في اي اعمار خصنا نهتموا بالصحه النسائيه وبالصحه على العموم، حيت كاين علاقه بطبيعه الحال بين الصحه كما حددتها المنظمه العالميه للصحه، يعني حاله الرفاهيه الجسديه العقليه الاجتماعيه والجنسيه. صحيح، وهذا التعريف عززتها مؤخرا وهذا التعريف ديال الصحه غنوصلوا مباشره للصحه النسائيه. كنعرفوا ان هذه الصحه شنقول تاج كنز سان كابيتال خاصنا نحافظوا عليه، حيت الا ما حافظناش عليه غنوصلوا للمشاكل وغنوصلوا للمشاكل ديال الصحه النسائيه. يعني كاين الطب الوقائي حاضر هاد النقاط اللي كنتكلموا عليهم. يعني ملي كنتكلموا على الصحه كاين فيها في حقيقه ملي كنت كنوجد فكرت في خمسه ديال النقاط المراحل، لان قبل ما نبداو بهاد المراحل، لان في المجتمع ديالنا الغالبيه عندهم الصحه النسويه وانهم يمشيو يستشروا طبيبه النساء والتوليد او طبيب النساء والتوليد حتى تتزوج المراه ولا تتبغي تولد، هادشي اللي شائع عندنا ولا لا؟ فعلا، او لا حتى كيظهروا المشاكل. صحيح، بالنسبه للدراري بالنسبه للبنات بالنسبه للسيدات بالنسبه للمراهقات بالنسبه لسن طامات، يعني الاعمار كلها. الفكره وهو نخدموا قبل ما نبداو المشاكل. يعني هاد الخمسه ديال النقط اربعه كتهم السيدات مباشره وربما اشخاص غادي يعاونوها، والخامسه سي على المسؤوليه ديال الطبيب. يعني باش نحافظوا على الصحه ديالنا والصحه النسائيه، هذا الشيء اللي غنقول راه كيبان بديهي ولكن غناكدوا عليه مره اخرى. نذكروا به التغذيه، الدراسات كلها اكدت ان التغذيه السليمه المتوازنه غادي تحافظ غادي تجنبنا واحد العدد المشاكل بما فيهم المشاكل ديال الصحه النسائيه. المثال وهو المشكل ديال السمنه، الدراسات اكدت ان اذا كانت السمنه حاضره المشاكل ديال الصحه النسائيه غترتفع بما فيها سرطان الثدي، بما فيها سرطان ديال الغشاء الداخل ديال الرحم، بما فيها الامراض المزمنه اللي حتى هي عندها علاقه غير مباشره بالصحه النسائيه. عندنا الرياضه، الرياضه راه ولات من البديهيات، الرياضه نقدروا نديروها في القاعه الرياضه، نقدروا نديروها في المنزل ديالنا، والمرحلة ديال الكوفيد أكدت على هاد المسألة أننا نقدروا نديروا الرياضة داخل المنزل، حيت الرياضة داخلة في الوسائل الوقائية باش نتجنبوا المشاكل الصحية باش ما نوقعوش مشاكل ديال أمراض النساء والتوليد. عندنا ثاني النوم، الدراسات كلها أكدت أن خاصنا واحد 8 سوايع. علاش؟ حيت ملي كنعسوا تما في الخلايا ديالنا كنعطيوها فرصة باش تجبر، وملي كنتكلم على الخلايا راه كنتكلموا حتى على الخلايا ديال المناعه باش كنطلعوا من المناعه ديالنا. وكاينه واحد الكلمه اللي اي سيده بكل صراحه في التخصص ديال امراض النساء والتوليد، واحد 90% ديال السيدات كيتكلموا على لو ستريس. لو ستريس في المنزل، لو ستريس في الخدمه، لو ستريس في الطريق، لو ستريس هاد لو ستريس شكون اللي ما عندوش لو ستريس؟ مي خاصنا كما كنقول انا بالفرنسيه اون دو لو دونتي. يلا تكلمنا يوم الاثنين على لا ريزيليونس او لا المرونه النفسيه. كنا عندنا مشاكل، كنا عندنا يعني تحديات يوميه خاصنا نواكبوها ونتاقلموا معها. فعلا، باش حيت لو ستريس الدراسات كلها اكدت انه غياثر على الصحه الجسديه من خلال الخلل في المناعه، غادي ياثر على طريقه ديال التفكير. دونك الا كنت ستريسي في الغالب غناخذ قرار
غير صائب ومن بين القرارات الغير صائبه غنوصل النقطه الخامسه ما غنمشيش عند الطبيب. وعلاش هذه المرحله ديال الطبيب مهمه؟ بدون اعراض، ما نتكلمش على السيدات اللي عندهم مشاكل، بدون اعراض غنمشي غادي ندير لو تشيك اب. هاد المساله ديال لو تشيك اب ميديكال، الثقافه ديال تشيك اب خاصنا ناكدوا عليها في الاعمار كامله، ونخدموا بزاف على المراهقات وعلى الشابات اللي يلاه غادي يدخلوا في برنامج ديال الانجاب ولا مهمه. علاش؟ ملي كنمشيو عند الطبيب طبعا تحل ملف طبي، كنشوفوا العائله واش كاين شي علامات ربما احتمال اصابه بامراض، وتما كيبان كيبدا الوقايه الاوليه. هادشي اللي تكلمنا عليه شنو كنديروا؟ كنعبروا الوزن، وغادي ننصح السيدات ياخذوا لو متر. كنت درت ثاني واحد المتر جبتو عندي في الصاك لو متر. انا كنت باقا عاقله مزيان، ما خصناش نفوتوا 80 ولا 84؟ 80 80 ما خصناش نفوتوها. المترو راه عندي في الصاك الا بغينا، ما علينا. اي سيده نتمنى على الله تكون كتسمعنا، في الصباح يلاه دارت بيبي مازال ما كلات ما والو، غتعبر الحزام غتشوف العظام ديال لو باسان ديالها، وغتاخذ المترو وغادي تشوف شحال غتلقى. ماشي العظام، فوق العظام. فوق العظام باش بالضبط كنشوفوا المكان باش يكون الحزام مقاد، باش كنشوفوا شحال غادي تلقى هاد السيده. تور دو تاي، لو تور دو تاي مهم. تخيلي لو تور دو تاي حسن من لانديس دو ماس كوربوريل اللي كان حسن، باش كنعرفوا شحال عندنا لو تور دو تاي. لقيناه قل من 80 جيد، لقيناه فايت 88 سنتيم عندك راه قربنا، راه حنا غندخلوا للخانه ديال المشاكل، كوليسترول ارتفع، السكري، الضغط الدموي، امراض القلب والشرايين. دونك سهله. وهادو عندهم علاقه كذلك بالصحه النسائيه. بالصحه النسائيه كاين، يعني هادو مسائل بسيطه اللي نقدروا نديروهم. وحنا شحال من مره تكلمنا في بلاتو صباحيه دوزام على الخزان كذلك ديال البويضات ديال المراه، تنعرفوا بان هذا الخزان فيه عدد كل وربي شنو عطاه عدد معين من البويضات اللي تيسالي مع الوقت مع انقطاع التمث. باش نحافظوا عليه، واش هاد التاثيرات الخارجيه ديال التغذيه او الرياضه او لا عندهم تاثير على هذا المخزن ولا لا؟ شكرا على الملاحظه. السلوكات ديالنا غادي تاثر بطريقه سلبيه على الخزان. مثلا التدخين، يعني نعترفوا ان كاينين سيدات كيدخنوا، وكاين التدخين السلبي، يعني سيده مع واحد الشخص ولا في العمل ولا هذا، التدخين السلبي حتى هو كينقص من الاحتياطي ديال المبيض. وهاد شكرا لسمير على هذه المعلومه. غنوصلوا لو تشيك اب بيولوجيك، شنو هما المشاكل اللي كنلقاو بزاف عند البنات وعند السيدات؟ هادو ما عندهم مشكل، ما عندهم حتى شي حاجه تعارض، لاباس عليها. قالت غادي نمشي، سمعت في برنامج صباحيه دوزيام لو تشيك اب، كنلقاو بزاف ديال فقر الدم، بزاف، خصوصا فقر الدم المزمن اللي شد الوقت والجسم تاقلم مع فقر الدم، ماشي فقر الدم الحاد اللي غادي يبداو دقات القلب كيزربوا، غادي يبدا الشعر يطيح دغيا، لا، دوك المزمن، دوك الجسم كيتاقلم، السيده ما كتحس حتى حاجه. فقر الدم عنده علاقه بنقص بالحديد، خصوصا البنات، كنسطر على البنات ولا السيدات اللي كتجيهم الدوره الشهريه كثيره ولا جوج المرات في الشهر. كنلقاو المشاكل ديال الغده الدرقيه، كنلقاوهم تحاليل البنت ولا السيده ما عندهاش حتى شي اعراض. كنلقاو بدايه مرض السكري، كنلقاوه بادي بدون اعراض، وكنقلبوا على الاحتياطي المبيض في بعض الحالات. مثلا البنات اللي عندهم الام في الدوره الشهريه وفكرنا ربما تكون عندها لوندوميتريوز، غادي في الغالب غادي نقترحوا الاحتياطي المبيض على شكل تحليله في الدم، كنعبروا لهرمون اونتي موليريال اللي كتعطينا فكره ديال الاحتياطي المبيض واش كافي او لا، بدا كينقص والسيده ما كتحس بتا شي حاجه. وكنتهزوا فرصه باش كنلوحوا بين قوسين المعلومه، المعلومه اللقاحات وخصوصا اللقاح ضد سرطان عنق الرحم. وكنتهزوا الفرصه باش كنديروا فحص عنق الرحم سيداتي باش نشخصوا الامراض قبل ما يظهر السرطان، وفرصه باش كنقلب نفحصوا الثدي. يعني مسائل
ما صعيباش بزاف، بسيطه ولكن عندها اهميه كبير. في الوقت اهميه في تشخيص الامراض اللي راه ربما تقدر تجينا، واهميه كذلك ان نعتقوا ارواح، لان نقدروا نقولها تشخيص مبكر تعتق ارواح، فما نتسناوش يبانوا علينا اعراض باش نمشيو عند الطبيب، ضروري اننا نديروا وندخلوا ثقافه تشيك اب عندنا المنازل ديالنا اللي تخص كل افراد العائله ابتداء من اي سن، ملي تبدا الدوره الشهريه، حيت من تما كيبداو المشاكل. تبدا الدوره الشهريه عند المراهقه حتى هي نمشيو معاها في هذا التفكير الايجابي، ما فيها بالعكس واضح. ما فيها حتى شي مشكل. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل، بقاي معنا غادي نمشيو للحظه، حيت بغيتك تعرفي انت تعرفي على السيده هند زمامه، سيده اعمال ومتسلقه جبال، غادي نتعرفوا عليها عن قرب اللحظه. شكرا لك دكتوره مره اخرى.